فحرص الإسلام على قطع كل وسيلة للشرك، وعلى الابتعاد عن كل مشابهة لأهل المشركين ولو كانت مشابهة ظاهرة، لأن المشابهة الظاهرة والمشاكلة الظاهرة تورث مشابهة باطنة وتقربا باطنا، وهذا أمر مشاهد محسوس كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله. فتجد أن الشخصين اللذين يتشابهان في أمر ما تجد بينهما تقاربا في قلوبهما وفي أنفسهم، كلما كان هناك تشابه وتقارب حتى لو كان التقارب والتشابه في الأعمال أو في المهن أو في الوظائف أو في بعض الأمور، تجد أن أصحاب هذا الأمر بينهما تقارب. فإذا كان هناك أمر مخالف للإسلام في الظاهر، سواء كان قولا أو فعلا، فيجب الابتعاد عنه حتى لا يورث صاحبه تقاربا وتقربا إلى هذا المخالف. فالتشبه في الظاهر يورث مقاربة في الباطن، التشبه في الهدي الظاهر، التشبه والمشابهة والتقليد، والمشابهة في الهدي الظاهر توجد تقاربا وتشابها في الباطن. فحرص الإسلام على البعد عن مشابهة المشركين وعن تقليدهم وعن فعل ما كانوا يفعلون في جاهليتهم من أقوالهم وأفعالهم، وحتى في الأزمان التي كانوا يحضرونها فإن الإسلام خالفهم فيها، كما في مثل العمرة التي كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم واعتمر في أشهر الحج.